صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. آمين. ما زلنا مع مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه ورحمه. قال رحمه الله: فصل. قال صلى الله عليه وسلم. أنا ما زلنا في إيش؟ ما زلنا في إيش؟ في أسباب الاجتماع وأسباب الفرق، وتكلمنا عنها بالتفصيل. هنا المصنف يبين لنا الاجتماع من أعظم وسائل وأسباب الاجتماع والوفاق. قال الإمام المصنف رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في السنن من رواية فقيهي الصحابة رضي الله تعالى عنهما رضي الله عن الصحابة أجمعين، عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت، قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المحفوظ: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال: فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. قال: وهذه الثلاثة تجمع أصول الدين وقواعده تجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. كأنه جعل الحديث أصل عظيم في الوفاق، وأصل عظيم أيضا في حسن تعامل العبد مع ربه، وتعامل العبد مع عباد الله. لأن الرجل أو العبد له معاملات ثلاثة: معاملة بينه وبين الله، معاملة بينه وبين نفسه، معاملة بينه وبين عباد الله جل في أولاه. حقيقة هذا حديث عظيم جدا، وهذا حديث يهتم بإيش؟ بأصل الأمر، بجذر الأمر. ولأن جذر الأمر في القلب: الإيمان، الرفعة، الاختيار، الاصطفاء، كله مداره على القلب. حتى الفهم لطالب العلم مداره على القلب. فمداره على القلب. قال الله تعالى: ربكم أعلم. قال الله جل في علا: ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين، فأنه كان الأوابين غفورا. وقال الله تعالى: قال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وقال الله جل في علا: إن الله يحول بين المرء وقلبي. لكن غير المقصود أن مدار النظر نظر الله المحل العظيم هو القلب. حتى الاصطفاء، ابن مسعود قال: نظر الله لقلوب العباد فورد أنقاها وأصفاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لدينه لنبوته أو لرسالته. وأيضا قال: ثم نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الميزان العظيم هو ميزان القلب، والاهتمام العظيم اهتمام بالقلب. كما قلت، حتى الفهم كله مدار على القلب. قال ابن مسعود، ابن عباس رضي الله عنه قال: يؤتى المرء الفهم بنيته، اللي فين؟ في القلب. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الحفاظ على القلب، إحاطة القلب بسور قوي صلب حتى لا يدخل الشيطان فتمكن فيه. القلب أي غبش فيه يؤثر على كل الجوانب الحياتية التي يعيشها الإنسان والجوانب الدينية. ولذلك لا تكتب نجاة في قلب امتلأ غبشا. ولذلك النسلم وش قال؟ قال عن الجنة: ها يدخل الجنة إيش؟ ها رجل صدوق اللسان مخموم القلب. أما صدوق اللسان فعلمناه، وأما مخموم القلب، من مخموم القلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلب التقي النقي لا بغي فيه ولا حسد، لا بغي فيه ولا حسد. فهنا قال ثلاث الاجتماع هنا. ولذلك احنا قلنا، تعال بقى ننظر، اراد ان يبين ان مادة الاجتماع، وده فقه راقي من ابن تيمية، نستقي منه انه كأنه قال: وان كانت هناك اسباب للفرقة وهي البدعة، والبدعة دي دخول في القلب، لانه في البدعة فيها شيء خفي. وش هو؟ وتوع الأوى وسبيله. إيه بقى اللي جوه؟ ممتاز ممتاز ممتاز. ده ضفدع. أنت مش ضفدع،
في حاجة فوق الضفدع إيش الصحل؟ لا مش الصحلفاء، الضفدع كويس هو ده بيقذف قفز. شوف الضفدع لما يكون لكن كده في المية وتلاقيه يطير، فبدأ هو ده الضفدع دي نفس القفزة قفزها على الناس هناك، ولا قلت هذا الضفدع أول ما شفته. الحاصل حقيقة هو أصلا يتبع الهوى، المبتدع الهوى متحكم فيه لزيغ في قلبه في كبر، لأنه ولذلك ينازع مين؟ ينازع الله، ينازع الله وبيستدرك على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ده لازم طبعا ينازع الله في الربوبية، لأن الله جل في علاه قال إيه؟ قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، خلاص إن الحكم إلا لله. فهنا القلب المبتدع ده من أعظم أسباب الفرقة، من أعظم أسباب الاجتماع القلوب. لذلك شوف الله جل قال تحسبهم جميعا ها 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 وقلوبهم إيش؟ شتى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إذن التفرقة الحقيقية تفرقة إيه؟ القلوب. وتفرقة القلوب من أمراض القلوب، يكون فيها أدواء. ده ما تجد قلوب قلبها متوافقة إلا وألسنتها متوافقة، أرواحها متوافقة متناسقة، هناك خير بالجميع. كل ما تجد فيه تنازع يبقى في القلب في شيء، جوه في شيء، فلذلك اختلفوا، فيكون في القلب في شيء. هذا الذي لابد أن تعلمه. منهم من يخفيه ومنهم من يبديه، والله على كل شيء إيش؟ قدير سبحانه وجل جل في علاه. فلذلك قال محل الوفاق أن تتفق القلوب، وفي دليل من السنة على ذلك. ما شاء الله أحسنت، استوى فلا تختلف فتختلف. شوف الظاهر بقى هنا، يبقى إذا كان الظاهر يؤثر الباطن، اختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن، اختلاف الباطن يؤدي إلى الفرقة العظيمة في الظاهر. ولذلك الله تعالى قال لك ما تحسب أن الجميع اجتمعوا، لا تحسبهم جميعا ها وقلوبهم، دي معناها ايه؟ معناها ايه في الايه؟ يا ابن روش تلعب في لحيتك، يا ابن علي ما تبقاش يعني ولا تكون قطا ولا تكون صغيرا. الله يهديك عيل زي صغير انت. هات بقى هنا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين انهم وان اجتمعوا امامكم فالفرقه محتمه. ليه؟ لان في فرقه فين؟ في القلوب. اول لحظه باختلاف تجد الفرقه على طول ينشب الخلاف ويظهر او تظهر المساوئ. لذلك قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أو قلب امرئ مسلم. ثلاث لا يغل، يعني هذه الثلاث من تمسك بها قلبه يصير إيه؟ كالورقة البيضاء النقية، ما فيها شيء، ما فيها غل، لأن الغل ده حقد، أعوذ بالله من غضب الله، حقد. والحقد يأتي بالحسد، والحقد أيضا يأتي بالكره، ويأتي بالنفاق. فيمتلئ القلب أدواء، يمتلئ القلب أدواء بالأدواء. وإذا كان القلب نقيا ترى القلوب بأسرائه تتوك. من تنظر إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلها متحدة مؤتلفة متوافقة مترافقة، ما في كله على نسق واحد. لذلك اختارهم الله للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أشوف يعني ابن القيم يقول في مدارك السالكين في معنى الحديث المتقدم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يبقى فيه إيش؟ غل، ولا يحمل غلا مع هذه الثلاث، بل تنفع عنه، ينتفي عنه غله وتنقيه منه وتخرج عنه. فإن القلب يغل على الشرك أعظم الغل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروج عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. بدعة، شرك، غش، هذه أعظم الأدواء في القلوب في هذا الباب. فهذه ثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة، والنصح ومتابعة السنة. فالمعنى هنا أن المسلم إذا أتى بهذه الثلاث صار قلبه كما قلنا نقي، صار قلبه خاليا من الغل والغش والغبش والبدعة، كما قلت كالصفحة البيضاء النقي. فلذلك قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأمة المسلمين، ولزوم الجماعة. إذن هذه الخصال الثلاثة، وإذا تكاملت تكامل نقاء القلب، وتكامل صدق القلب وإخلاص القلب إذا تكاملت. والنقص يؤدي إلى النقص، كلما يعني نقص شرط نقص الآخر. نعم، كلها رجع للخلاص. والإخوة في النت هنا كانوا حريصين جدا في ضعف أيضا عندهم في الحرص.
التواني اللي بياخد على الرخاوة بيضيع. لازم تكون في جلد عندك من أجل أن تصل. إذا نقول خصال ثلاثة: يجتمع الخير كل الخير في القلب ويصير كما قلت الصفحة البيضاء النقية، فيكون الخير كله فيه، وبه تتألف القلوب، وبه يحدث الصدق مع علام الغيوب، وفيه تكون نصرة الدين. الثلاثة قال الإخلاص أول هذه الثلاثة، ثلاثة غل عليهن قلب المسلم: الإخلاص لله، لله جل في علاه، الإخلاص لله، تجتمع القلوب على الله. شوف لو القلوب أخلصت كلها اجتمعت، يعني القلوب لو أخلصت. وعشان كده قلنا طالما في شيء من الشد والجذب، وإيه ده هو المحاربة على إيه؟ يعني الحرب هذه على إيه؟ على إيه؟ ما في. سمعت مش عارف ده صحيح ولا لا، انا اسف يعني، سمعت ان كده شالوا حضرتك، كان اسف عشان يجيبوك الدرس. ما قلت شالوا حضرتك، راحوا البيت وجابوا حضرتك. نعم ده حق. لا حق، نعم. ورمضان اخذني في السياره وانا كنت ارتميت على الكرسي، وبعدين جيت لهنا خلاص، يعني كنت اتكئ على رجلين حتى اجلسوني، أول ما جلست انطلقت كالسهم بفضل من ربنا. قلت إن الحمد لله ما فيش أي حاجة عندي، والدروس كلها قامت والناس قاعدين، والرجل ده مش عايز أقول كلمتين ومشي. والإخوة بقى كمان كانوا مؤملين هذا اليوم يوم فسحة، إن هو راجل خلي بالك ده مريض وبتاع، هيجي كلمتين وأقول أديته ما عليا ويشيلوه يمشوا. ده جلس وزاد وعطى الدروس الحقيقة. الله أعطاني هذا، قلت سبحانك اللهم ربنا بحمدك، فوقعت كده وخدوني على المستشفى، خدت إبر وكده. والله بس إبر يا شيخ، إبر لا يحتملها الحمير، إبرة بتخش كأنها مصورة مش إبرة، ويعني تدخل في اللحم تصل لنقي العظام، وانت بتصرخ سعار بتاع الحمير، فاهم؟ إبر يظهر كان البرد في نقي العظام، برد شديد جدا. لكن حقا فعلت ذلك، والله لا أقبل الأعذار إلا أن واحد يموت. العذر الوحيد عندي الذي أقبله على أحد تغاب في الدرس أنه مات، فندعو له أن الله جعله يسكنه في فسيح الجنات، وأنه كان بيطلب العلم والله الحمد لله منه. ده لا ده لا الذي له عندنا. طب ولو جلسة الظهر هنكمل الدرس شيخنا ولا عشان أنا... لا هنكمل الدرس ونصلي عليه قبل، نصلي عليه قبل الصلاة ونصلي عليه ونمشي على طول ولد الدرس. والله يعني أفعل شيء تاني، نكون في الجنازة وندي الدرس وإحنا في الجنازة، وبعد ما ندفنه توقع نرجع. ما هي ما عندناش غير ذلك ان شاء الله. الناس تقول له حتى لو جلست كمان لا لا استغفر الله استغفر. لا احصلت حتى في العرس عندك اعطيت الدرس. نعم انا ما في اي شيء بفضل، ما في الا اموت. يعني في اوقات الفجر اقوم جبل الانفيه عندي لو وصفته ما حد يتحملها، احتراق، فما استطعش. فبدل ما استيقظ مثلا، كنت استيقظ لو استيقظ العشرة استيقظ التاسعة، لو استيقظ الحادية عشر استيقظ العشرة، فاقضي ما علي اولا، فاعطي الفتاوى ودرس، وبعد كده اؤدي ما علي من ورد وانزل عشان الدروس. فانا لا احب احدا يعني في عنده ميوعة في الدرس. عامة عندنا ثلاثة هنا، ثلاثة خصال أو ثلاث خصال من أعظم ما تكون خصالة بها نقاء القلب. أقول إخوتي الكرام، الأول الخصال الإخلاص، وهذه أعظم الخصال حقيقة. أول الخصال الإخلاص، وهذه أعظم الخصال. الإخلاص أمر سر بين الله وبين العبد، أحد يعلم، حتى صح المخلص لا يعلم أنه مخلص. يعني حتى المخلص لا يدري أنه، ولو قال أنه لو دار أنه مخلص فهذا ليس بالإخلاص. يعني حتى الإخلاص للعامل نفسه لا يعلم هو مخلص ولا لا، سر أخفاه الله جل وعلا. لا الملك يكتبه، شو مع أنه قال الله تعالى يعلمون ما تفعلون، والهم فعل القلب، ولذلك قال من هم بحسن فاكتبوها له علمها منين أنه يهم، يبقى يعلم فعل القلب، ومع ذلك لا يعلم الإخلاص. لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده، فصارت سرا بين الله وبين عبده. وبقى تتفاوت الدرجات، كل واحد بقدر الإخلاص اللي يعلمه الله في قلبه يعطيه. تجد واحد انت ما تتوقع ان يكون في اعلى عليين وطرف اعلى عليين، لما السر موجود،
اللي هو يعلمه الله جل وعلا في قلبه. فالإخلاص حقيقة الأمر، الإخلاص أمر عظيم جدا، ويعني شق على كثير من الناس. حتى شوف ابن عيينة يقول لو طالما محل مجلس طلبة العلم، ما يقول طلبنا علم لغير الله فأبى إلا أن يكون إلا، فأبى إلا أن يكون إلا. الإمام الثوري يقول ما وجدت شيئا يعني أشد علي من نيتي، يحارب وترجع، يحارب وترجع، يقاوم. طبعا مادة الصدق عندك المقاومة، ولذلك انت لما تشوف لو واحد انت بتتنازع مع، عايز تتنازع معاه، يبقى في حسد جوه، اذا ما فيش اخلاص. الحاصل شوف حضرتك ابن الجوزي عجيب يقول معظم تنازع الناس والحسد لان نظرهم للدنيا تحت في الارض. قال لو ترفع راسه وكذا فنظر للسماء رحبه واسعه، ما فيش بقى تنازع. وهذه اذا اخلصت لله فلا يضرك اي احد. الماء شيخ الماء. فالمخلص يزيل الله معظم غل القلب بالإخلاص، لأنه دوام النظر لله جل وعلا. فالمخلص يزيل الله جل وعلا غل القلب به، نعم، فلم يبقى فيه موضع للغل ولا الغش. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ها ها ها. لما؟ إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربه جل وعلا صرف عنه السوء والفحشاء، والله على كل شيء قدير. لا بد المرء أن 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 يجتهد اجتهاد كبير إنه ما يرى أحدا وهو يعمل بحال من الأحوال. لما أخلص صرف الله عنه دواعي السوء والفحشاء. اعترف إبليس، إبليس ما ترك الحرب مشتعلة مستعرة بين بني البشر وبين الشيطان، صحيح لا تتوقف، لكنه اعترف اعترافا جليا أنه لا سبيل له على المخلصين. لذلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى قال ربي بما أغويتني. الباء هنا بقي شطار، بقي شطار، بقي السببي حموت والله. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال ولأغوينهم أجمعين، عمم، ثم وش قال؟ إلا عبادك منهم الإيش؟ المخلصين. قال هذا صراط عليهم مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هم الذين يا رب يخلصنا جميعا له يا رب. إلا عبادك منهم المخلصين. فالإخلاص ماء حياة القلب ومدار الفلاح كله، فإنه يطهر القلب من الحقد والشحناء والحسد والخيانة والنفاق. فإخلاص القلب يميل المرء كلية لطلب الآخرة والنظر إلى جوار الله رب، إلى جوار رب العالمين في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأعظم تعريف للإخلاص دوام النظر لله، وأعظم النظر نظر القلب لله جل في علاه، دوام النظر لله جل في علاه. فاستدامة النظر لله جل في علاه تجعل المرء على إخلاص. أول شيء هو يقول أرائما وربي هو الكريم، وربي مدحه هو المدح، وذمه هو الذم، والعطاء وعطاؤه هو أعطاء العطاء، ومنعه هو المنع. فلما أنظر لغيري؟ ما يملك لي، إن نظرت لغيري ما يملك لي، الأسباب لا تملك شيئا. فلذلك أعظم ما يقال في على الإجمال، طبعا ليس المادة مادة تفصيل في هذا الباب، على الإجمال الإخلاص دوام النظر إلى الله جل وعلا. ودي بقى في قاعدة يا عم الكهرباء أنت يا أستاذ علي يا بتاع العطر، دي بقى في قاعدة مهمة جدا هنا نتكلم فيها، فات على أن نقول بأن الإنسان لا يستفيق، لا يعلو، لا 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 ينقي قلبه إلا بالإخلاص. والإخلاص مادة حياة القلب، نعم، وتنقيه من الغل والحقد والحسد. طيب قلنا والإخلاص دوام النظر إلى الله جل وعلا، تؤكدها قاعدة مهمة جدا في هذا. إيش هي الشريعة؟ جاءت بالحفاظ على القلب، عدم التفات القلب لغير الرب، عدم التفات القلب لغير الرب. ماذا قال؟ ثم تقول بدل ما تكتب قل ماذا قال ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى منزلة الإخلاص من الأعمال كمنزلة الوقوف بعرفة من أعمال الحج. شوف يعني الحج عرف. ولو أن الإنسان ذهب إلى منى ومزدلفة وطاف بالبيت الحرام وما إلى ذلك من الأعمال التي يعملها الحجاج
ولم يضرب بعرفة هل يكون ذلك الإنسان حجا؟ الجواب لا. ممتاز. ولذلك الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص. الحقيقة كما قلت عدم التفات القلب لغير الرب هذه معضلة كبيرة على الإنسان، لكن لا بد أن يسعى سعيا حثيثا إلى أن يحفظ قلبه من الزوغان من الروغان. وهذا إيه؟ القلب يتقلب، قلب يتقلب سريعا. ولذلك الإنسان لا بد أن يحافظ وله أسباب. ذلك شوف أبو بكر لما قالوا له على مسألة قال أفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أخشى أن يزيغ قلبي، أخاف أن أخالف سنة فيزيغ القلب. ففي أسباب ممكن يكون فيها زوغان القلب، فهو يحافظ على قلب قدر إمكاني ويجعل القلب تقيا نقيا ويذهب إلى لربه جل في علاه. فإذا عدم التفات القلب لغير الرب. ولذلك قال ابن عباس إذا قال من قال لولا البط لسرق السارق فقد أشرك. إيه ده؟ إيش هذا؟ الكلب صوت الكلب أيقظ الناس فعرفوا فأخذوا الحرام صح ولا لا السارق، وهو سبب حقا، لكن الكلام فيه رائحة الالتفات لذلك قطعها. من قال لولا الكلب لسرق السارق فقد أشرك، لأن القلب قد التفت إيه للسبب. لذلك احنا قلنا قمة التوكل امتلاء القلب باليقين في الرب مع عدم التفاته للإيه وناخذ بالسبب، مع عدم التفاته بسبب وناخذ بالسبب. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال علماء هنا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، الإسلام الوجه بالإخلاص، والإحسان اتباع السنة، والإحسان اتباع السنة. وقال تعالى وقدمنا لما عمل ما عمل فجعلناه هباء منثورا. لما أنا أغنى الشركاء عن الشرك فنعمل عمل أشرك فيه معي غير تركته وشرك. قال أوحى لسيد الخلق أجمعين ولو أشركوا، قال عن الأنبياء جميعا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال على نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين، قال إيش؟ ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لحبط النار. ذلك قال علماؤنا يسير الرياء شرك، يبقى كثير كفر يخرج من الملة. ولذلك الرياء محبط للعمل، الرياء محبط للعمل. لذلك الإنسان يعمل 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 ما يعلم هتقبل أم لا، لأنه مش عارف قلبه أنت عملت كده لإيه لإيه. وتجيلك بقى يعني راجع عايش سنين فاهم على أنه بيعمل لله جل في علاه، ثم يختبر الله اختبارا وحيدا يسيرا يخرج كل ما مكنون القلب في هذا الباب، أنه كان يدعو لنفسه لا يدعو لله جل في علاه، ينصر نفسه على قضية الله جل في علاه. ودي المشكلة احنا عايزين يعني شوف اليهود كانوا كذلك. قال أهو هو؟ قال والله هو هو. قال ما تفعل؟ قال عداواته إلى يوم الدين. تاني يقول له رجل طب العلم طب اتقوا الله، يقول لك اه علم صاحب لكن لا ده لا بهذه الطريقة. واحد يقول له يا ابن الحلال مش تقدم من قدم الله، قال نعم وده لا. ايه ده ايه ده؟ ما الذي في القلب هنا الآن في هذا الباب؟ في المسألة مسألة غبش القلب في 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 هذا. فنسأل الله أن يلهمنا الإخلاص. اللهم أمين اللهم. فاجتماع الناس تحت راية واحدة لا تتأتى إلا بإخلاص القلوب، لأن الاجتماع الحق هو اجتماع القلوب، اجتماع الحق مش اجتماع الأبدان. شوفوا المعتزل والأشعري والصوفي القبوري والرافضي والعلماني كلهم اجتمعوا، هل كلهم على شتاتهم يتفقون؟ كلهم متفرقين ومختلفين. واتفقوا في ايش؟ اتحدوا فين؟ احسنت، في الخارج. لكن القلب لا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وقلوبهم شتى. وذلك تراهم بعد ما ينتهوا منك ياكل بعضهم بعض، وما مش ينتهوا منك الحمد لله ان الله جعل مجمعهم على تجميع ايش؟ ليس على رضاه. لحظه يقتلون. ولذلك قال يعني علماؤنا والعمله الزائفه لا ترجع على الله لا تستقيم. بهرج الله جعله يظهره في لحظة. فلذلك حقا من أراد للأمة أن تجتمع لابد من إخلاص القلوب. ما فيش واحد يشوف نفسه أنا ابن جلة وطلع الثنايا ويقول حق معي لا مع غيري، كل يفرح ببعض من عنده من الطلبة وإرمي. ما فيش شيء اسمه اجتماع ولا التفاف حوله. عايزين تجتمعوا هي رايك مرفوعة انزلوا تحتها. لابد من الإخلاص، والإخلاص هو الذي سيجمع الأمة بأسرها. في بإذن أول أسباب الاجتماع الإخلاص. و
والإخلاص ينقي القلب من الغبش، من الدغل، من الحقد، من الحسد، من الرياء، من النفاق. هذا الإخلاص سر عجيب. لذلك لابد الإنسان ليل نهار صباح مساء أن يدعو الله جل وعلا بالإخلاص، وأن يخشى على نفسه من الشرك. فالرياء، الرياء يسير، الرياء محبط، محبط للعمل. فنسأل الله جل وعلا ألا يعملنا بما نحن أهل له، وأن يعملنا بما هو بهو أهل، أهل له. ثم قال والنصح لولاة لأئمة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأعظم نصح، نصح لولاة الأمور. ولاة الأمور جعل الله لهم يعني حقا وجعل عليهم حقوقا. فإن النصح لولاة الأمور ينقي القلب من الغل. شوف لي ليه ضفدع تعرف؟ ليه زهب؟ أحيا لما أستاذ أيها الشام الطيب؟ معلش يا شميس، سؤال مهم جدا. غني مع مال حرام، وفقير محتاج للمال جدا، والفقير عارف ان ده المال حرام ياخده، نعم ياخذه حل وبل، مفارقة الأيدي، هو له الغنم على السن الغرب. فضل بس علي شيخنا، لو كنت لسه بس المروني سؤال بس عشان يعني. طب اساله، قول له السؤال ايه؟ شيخ بيقول لك ليه اللي بينصح لولي الامر نق القلب من الغل والغبش والحسد. لو اتيت بها علي. طب تفضل اللقطه ان شاء الله تكون عندك. ان شاء الله الذي ينصح ولي الامر يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حب لاخيك ما تحب لنفسك، فاذا احب لاخيه ما احبه لنفسي دل ذلك على نقاء القلب. يعني ممتاز، جيد، لكن ليست هي الاجابه الصحيحه. اصلا كانوا بيخافوا من السلطان عشان يخافوا النصيحه عليه. لا لو يلتمس له العذر فينصح. يعني ماشي، كل دي اجابات اسمها الاجابات الايه؟ المحبه، بالمحبه احنا بنجيب ونروح ونيجي. اتفضل يا استاذ علي. قد نقول قولوا قولوا. اتفضل يا استاذ، ايها المجموعه المعممه، اتفضل. احسن يا شيخ، اتفضل. قد نقول انه برضه قد نقول. طيب انا اعتذر شيخ. لا اتفضل ماشي. حتى لا يجعل يكون في قلبه غل او حقد الولي. هو خلاص ما احنا قلنا ان هو اصلا المناصحه له تزيل غل. ماشي يا نادر. نفهم اخوه ماشي. اقول لكم شيئا، يعني هذا رجع الامر الى الاخلاص، لان المتوقع من ولاة الامور الشده والحده، وقد يكون في مظالم وطغيان ومنع حقوق. ده الانصار او قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ستجدون بعد ايه اثرا. ده مين بقى ده عليهم خلافه وملوك اسلام وكلهم من صحابه او تابعين، يعني خير الناس، خير الناس. وكان الايثار موجود، ان هو يعني اثروا بالدنيا عليهم، لا يثرون بالدنيا عليهم. فبيكون في مظالم، في طغيان، وهو بعد ذلك يغالب نفسه وإيش وينصح. فرجعت المسألة دي بقى الإخلاص. وذلك انت شوف كل المنازعات، يقول لك ظلم أخذ مالي، ضرب يا أخي، ضرب ظهر أخذ مالك، طيب عليك به بالسماع والطاعة. قال وعليكم بالسماع والطاعة وإن تأمركم عبد الحبشي. لما قال تعرفون وتنكرون، قال أدوا ما عليكم وسألوا الله ما لكم. أدوا ما عليكم وسألوا الله ما لكم. نعم. ولذلك أنت ترى نصح لولاة الأمور يكون من أعظم أدوات النصح لولاة الأمور، لأن النصح كما قلنا سبيل إلى نزع الغل من القلب، نزع باقي الغل من القلب. تكون بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، وفي العسر واليسر، وفي أثره، حتى لو أثر أخذ الدنيا منك ما يهم، عليك السمع والطاعة. إلا أن تؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف، لا 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 طاعة لمخلوق في معصية، في معصية الخالق. نعم. والنصح يكون سرا. نعم نعم شيء. نعم حبيب، ما أنا بنسأل ما بتقولوش، لما نتكلم بتتكلموا معايا. ولا تنزع عدم من الطاعة، سمع الطاعة لولاة الأمور، وأداء ما لهم من الحقوق من الدعاء وغيره. وأصلا هذه علامة من علامات السنة أنك تدعو لولاة الأمور. والنصح يكون في السر لا في العانية، إن كانت له لولي أمره نصيحة فليأخذ بيده سرا ولا يبدها علانية. حديث عبد الرحمن بن غنم هو حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. ف
فأنت تستسر له في النصيحة أو تدعو له في النصيحة، هذه من الأهمية بمكان، لا تعلن النصيحة ولا تعلن الإنكار عليه حتى لا تؤلب عليه العامة فتكون أفسدت أفسادا عظيما في هذا الباب. كالذين يفسدون على العلماء بهذه الطريقة، يخرجون عليهم بهذه أدب، حتى أدب ما فيش أدب، ويجرئ العامة، كل هذا فساد عليهم، الله سيضغط عليهم فوق الضغط ضغطات، وما فيش نصر، ما فيش نصر، والوسط ملتزم كله مهلهل وكله متفارق. ليه؟ عشان الإعلاميون يريدون هم اللي يسيطروا على الوضع، واللي عمل لهم كده ان اكثر الساحة وعاظ مش علماء، فبيخافوا بيقول لك لا لا احنا نعتذر نحن لكم وانتم يعني قد اكرمتمونا. لا، العالم يقف يضع حد للجميع، يقول كلكم تسكتوا، والعالم هو اللي يتكلم. هي هذه، الكل يسكت رغم الانف، الكل يسكت والعالم هو اللي يتكلم. لماذا؟ لان الله تعالى ما اصطنعه الله ولا فعله الا ليتقدم الناس، ونجاة الامه مرهونه بالعلماء. فلذلك دعك من كل صيحات مين ويصار، كل دول هواء، هباء، غثاء، غثائية طايرة في الجو ما فيهاش أي شيء. الذي يعمل لله إخلاصا ويكون ثقيلا علميا خلاص ما لا يهز شيء، انتهى، الجبال لا تهزها الرياح. فهنا السمع والطاعة لولاة الأمور حتى مع المظلمة، حتى مع المظلمة، لأنها تنقي الغل في من القلب، ويكون برفق ولين وسر. لكن لابد نلاحظ مسألة أخرى، ألا وهي أي منكر معلن لابد أن تنكره إعلانا. مثلا في الأمة بنكربة، أنت تجيش تقول أولي الأمر، وأنا واحد اتصل بي اتصال صريح يقول لي الدولة أخذت القرآن، قلت له أنت مالك من الدولة، تريد تتكلم عن مسألة تتكلم عن مسألة، مالك من الدولة؟ طب الدولة وأولي أمرها له مفتي يكون سأله رجع له وأفتاله بالجواز، وانت شايف 300 واحد طالعين بالطبلية الفقهية والطبلية مش عارف السيرية بيتكلموا على الحل وحل البنوك وما فيها شيء، فيبقى جات له فتوى، دي بقى عذره عند ربي بقى خدها في هذا، هذه عذر. لكن احنا لابد احنا بقى لما نعلم ان ده حرام نعمل ايه؟ ليس لنا شأن به، الدولة لها توقيرها، الدولة لها احترامها، سمع الطاعة لها، لكن المنكر لابد ايه؟ ان تظهره. الربا حرام، الربا هدم للاقتصاد، الربا صاحبه ملعون، الربا مستجلب لحرب الله وحرب رسوله، ولابد ان تبين ذلك. الزنا حرام، شرب الخمر حرام، الاغاني حرام، لكن ما لك ولي الامر. يبقى عندنا امران، اول شيء النصح ولي الامر يكون سرا مع التوقير والاحترام ومع عظيم وتوفير الرفق واللين عند النصح، وبعد ذلك المنكر المعلن لابد ان تعلن انكار عليه وجوبا، العلماء لابد ان يفعلوا ذلك، لانه ذا من تمام الدين النصيحه. قلنا يا رسول الله امر المسلمين وعامتهم اخلاص النصيحه لا يشوبها شيء، وايضا من النصيحه لولاة الامور الصلاه خلفهم والجهاد معهم، اذا اعلن فيه كله السمع والطاعه له، واذا امر بطاعه او رفع الخلاف كله يسمع ويطيع له. ولي الامر رفع الخلاف الا اذا صادم، يعني في مساله خلافيه، ولي الامر قال رفع الخلاف فيها يرفع بها الخلاف ويسمع له ويطاع، الا في رفع خلاف يصل بالانسان الى ايه؟ مصادمه النص. صادم النص لا ما فيش، لان دي تعتبر ايه؟ ها معصيه، معصيه فترد على صاحبها. فهمتوا؟ انما الطاعه في المعروف بالضبط، بالضبط كايه؟ قاعده الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد الا ها، يبقى الاجتهاد مش معوضة ليه، الاجتهاد يأخذ به ويعمل به، إلا إذا وجدنا أن الاجتهاد خالف نصا يبقى يرد. ولذلك الخطابي قال ومن النصيحة لولاة الأمور الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم، هذا من أعظم النصيحة، عدم الخروج على ولاة الأمور إذا ظهر منهم حيف أو سوء عيشة، ظلم، طغيان، طب ما فيش، طب ما لا يجوز بمرة حتى لفت الانتباه إلى الخروج على ولاة الأمور، وألا يغروهم بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح وجوبا، أن تدعو لهم لأن صلاح الإمام صلاح ليش؟ للأمة، وده اللي جاء عن العلماء كما سنبين يعني. وأيضا من النصيحة لأئمة المسلمين المعاونة على الحق والطاعة فيه وأمرهم به وتذكيرهم، قال السلام إذا أراد الله بأمين خير جعله إيه؟ وزير خير، إذا نسي ذكره، وإذا تذكر عانه، وإذا أراد الله بأمين شر جعله وزير شر،
إذا نسي لم يذكره، وإذا ذكر لا يعينه. قال ابن حجر والنصيحة لولاة الأمور أعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلاتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة على شو جمع الكلمة مش تشديد الكلمة، ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم النصيحة لهم دفعهم عن الظلم بالتي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم. ده الكلام على العلماء، ده 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 حق العلماء على الأمة. ده يأتي إن شاء الله في الطرف الثاني، لأنه منازعة العلماء دلالة على إيه؟ على غل في القلب. دي ستأتي لها جزئية فيها. ولا أئمة المسلمين، أئمة المسلمين هنا منهم من العلماء، فأصلا منازعة العلماء فيها غل في القلب، ومحاولة الركوب على حدهم فيها غل في القلب. وأنت ترى كل ما تراه هذا أسوأ القلوب عند الله قلبا، القلب الذي يحمل على العلماء. والنصيحة أيضا لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق والطاعة فيه والتذكير. ومن النصح الدعاء لهم. شو من 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 أعمال إحنا كده ابني تعبينكم جدا، جزاكم الله كل خير. ومن النصح هو ما اجتمع عليها بالسنة والجماعة بالدعاء لولاة الأمور. قال الطحاوي والخطاب بن الصلاح وقال الشيخ الإسلام تيمية في السياسة الشرعية أيضا، ولهذا كان السلف كالفضائل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. وقال الشيخ أحمد محمد الحسن البربهاري الحنبلي، كتاب السنة كتاب من أعظم الكتب وحنا شرحناه الحمد لله وشكرا. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. شوف يعني طب أنا أقول له يا بربهاري هو ظالم، هو طاغي، هو يقول قال لك مسلم ولا كافر؟ مسلم ولي أمر. ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة فعليكم بالسمع والطاعة. أدم عليكم وسألوا الله ما لكم. فهو يقول فاعلم، يقول الإمام البربهاري إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. شوف انظر، وهم يريدون إخفاء كل أثر السلف، يريدون طمس كل المعلومات، وتيجي تكلمه يقول لك طب اسأل المشايخ يا ابن المشايخ. طب المشايخ أنفسهم لابد أن يأتوا بالعلم هذا، لو ما أتوش به بهم إيه؟ جاهلوا المسألة فليتعلموها. لكن هو المشكلة، كل المشكلة هوى النفس المتحكم، ويقول لك طب اسأل المشايخ. طب لو المشايخ دول الثلاثة دول قالوا أنا هستغفر الله وهعتذر. الله الله. طب هما الثلاث مشايخ دول لو قال رسول الله تقول له ثلاث مشايخ؟ إذا أنت لقيت صاحب هوى، مع جهلك صاحب هوى. لذلك الناس اللي زي دي لا يمكن للأمة أن تتحرك بأمثالهم. دول أولى شيء عشان بس ما تفسدش عليهم دينهم، بوس على دماغهم وحطهم فين؟ تحت شجرة يستظلون بها، وكلهم ما تتحركش مننا. زي ما كده العوام بيقولوا بوسوا وإيش؟ وضعوا على جنب. هو ده عشان تريح الدماغ منه. ثم أسند إلى فضيل عياض قوله لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا. قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني أنا جعلت الدعوة لي أنا، طب أنا اللي حفوز بها بس ما فيش حاجة إيه على الأمة، لم تعدني. وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصالح بصلاح العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وإن جاروا. شوف ده الفضائل بن عياض، يلا بقى اطلعوا عملوا ثورة على الفضائل بن عياض. قال أمرنا بأن ندعو لهم، لا ندعو عليهم، ها ولا ندعو عليهم، وإن ظلموا وإن جاروا، وإن ضرب ظهرك وأخذ مال، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. قال الشيخ إسماعيل الصابوني شرح كتاب هذا من فضل الله في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث. عشان كده احنا جايين بدين جديد. ليه؟ احنا جايب لهم كل أقوال السلف وكل ما وهم مش عارفين حاجة. انزل بالترجمة، هي أصلا الموضوع انزل بالترجمة، تقول له طب وأقوال السلف، بيبصوا ويمشوا، ده مش من الدين، مش عارفينه، ما درسوش، حتى الكبار منهم لا يعرفون، ما اطلعوش على كتب السلف. ولكن من انت يا ابني جايب اسماء من السورية؟ تعرف ده هو ده المشكله. ما انا بقول في كبار في الساحه لا يعرفون ذلك، لا يعرفون هذا القول، لا ما اطلعوش على قول السلف. المساله كلها اهم شيء وجدنا شيوخا
أيوة إن وجدنا شيخنا على الأمة وإن على على إيه على أثريم هذا هو. فلذلك قال وندعو لم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا ظلمهم ظلمهم وجورهم على أنفسهم وإن صلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. قال الصابوني في كتاب عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين نعم ويراهما من الصلاة خلف كل إمام مسلم شبال جاي برا كان أو فاجرا برا كان أو فاجرا ويرون جهاد الكفر معهم وإن كانوا جورة يعني هم ظلمة لابد أن تجاهد معهم وإن كانوا جورة فجرة ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. أرأيتم كيف ينقى القلب من الغل؟ يعني أنت لما تقول سمعت هو ظلمني أظلم طاغي على أخذ حقي وواخده ومضيق علي تقول وسأدعو له ليه بقى ليه؟ دي بقى تعرفوا المسألة الخفية فيها أو ظالم طغيان في جور وهدعو له دي في مسألة فيها مسألة خفية إيش هي؟ ماشي ماشي وبالصراحة يتم بالصراحة الجملة ماشي بصراحة ممتاز قلت مسألة خفية فضل عزب ممتاز أنت أشرت لما أريد هو شوف هذه مكامن العبودية هنا أصل ما جبل عليه الناس ان من ظلم يعمل ايه الله يخرب بيته الله يهدد الارض من تحته الله يجيب له رشفه في دماغه قبل قلبه صح كده الظالم عطلت عليه فانت تقوم مغالب كل ده وتقول لا ربنا امرني بصلاح ادعو له بالصلاح فتدعو له على خلاف ايش على خلاف هواك يبقى دي اسمها مكامن العبوديه تظهر في ذلك يبقى انت اثبتت لله نعما عبد الله مش لهواية فانظر دي البقى الخفية ولذلك كثير من الساحة لا يفقهون هذه المسائل الدقيقة يهرفون بما لا يعرفون ولذلك شيخنا شيخ أبو إسحاق بيان الكلمة دي لما قالوا له لما تتكلم في حزب اللات فماذا قال أنصح المغفلين من أهل السنة قال المغفل هو حط تحتها 15 خط المغفلين من أهل السنة وطبعا احنا قلنا بننكو بنار هؤلاء لأنه كثير من الإخوة جهلة عندهمش علم وينكرون على جهلهم عارف لو سكتوا عن الجهل لا 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 لفازوا وحازوا وأحسنوا لكن هم كمان بيتكلموا بالجهل كمان بينكروا بالجهل التالتة إن شاء الله تأتي فيها الدرس اللي هي إيه بقى التالتة لزوم جماعة من الجماعة أصوا الجماعة العلماء فلزوم الجماعة ينقل أص الجماعة هم العلماء ولذلك أنا أختمها والتفصيل يأتي بقى إن شاء الله إحنا قلنا في تفصيل آخر اللي هو إيه إنه ينصح لمين للعلماء مفهوم كيف يسمع لهم ويطيع وكيف يتأدب معه أختم بقول ابن مسعود قال أنت الجماعة ها وإن كنت وحدك إن كنت على إيه على الحق فلزوم الجماعة تنقي القلب أيضا ولا سيأتي نعم بعض اللي كانوا بيقرأوا فضلتك شفنا كانوا يخشوا يكتبوا فالناس الإخوة اللي فاهمة كانت تخش تقولهم يعني أنتوا لو سكتوا كان أحسن وهذا هو يعني هو لان هم اصلا مش كده شوف بص اصناف ثلاثة معادي للعداوة او عشان عداوة شيخ تاني التاني ارحمكم الله التاني حاقد وحاسد ومش مستحمل حاقد وحاسد التالت ها ابو ربيعة يا حلوة شوفين الرابع فيه حسابات اخرى ماشي وراه فاهم طائفة كده كلها كل الشتات ده اجتمع على عداوة محمد حسن طبعا ماذا فعلكم لكن سبحان الله هذه سنة كونية ربنا أحسن الله نعم والله من كان الله معه فمن عليه حضرتك ذكرت أن النصح ولي الأمر يكون سرا فدول سيدنا عش في ناس بيستشهدوا لحاجات من السلف أجبنا عليها والله شيخ لو أنت تروح بقى تسمع الأشرطة دي أجبنا عليها إيه اللي بقى اللي في السلف تفضل أجيبك إجمالا وتروح تسمع بقى التفصيل اللي أنا قلته ها أمرين شيخنا أول حضرتك مش أمرين ده أكتر من أمر اللي أنا سمعتهم قالوا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على ولي الأمر إنزك زي ما في أي حد إلا إذا خالف سنة فأنكر علنا طيب احنا بنقول الآن ده حج وأمر في الحج بعدم المتعة يبقى يسقط شريعة
فقام بقى علنا قال انت تنهى عن شيء امر به رسول الله لبيك اللهم بعمر. ما قالوش بقى انت طاغي انت ظالم، قال لبيك اللهم بعمر متمتعا بها الحج. واما سلمان قال فان عججت عدلنا لك بسيوفنا. ده ابن عمر وده سلمان، الصحابه لهم مكانه عند ولاه الامور. ولذلك شوف ولي المدينه لما قال له يا عائز، صح لما قال له من الولي، شوف الولي من عائز، قال له ايه يعني انا اربع بك ان تكون ممن قال فيه السلام ان شر الرعاء الحطمه. قال له ايه؟ قال له دعك مما تقول، انما انت نخاله من نخاله اصحاب محمد. انكر الرعاء امام الناس بقى، وش قال؟ قال له وهل كان في اصحاب محمد نخاله؟ النخاله فيمن بعدهم انت النخاله. كل الصحابه ايه؟ نقاوه. وايضا الصاحب لما شاف الامير بيرفع ايده قال قبح الله هاتين الاتين. كل ده ليس فيه إيه؟ ليس فيه استدلال على انكار العلم. والحديث وحديث ظاهر عليه. الامر الثاني سيدنا قالوا افضل الجهاد حقنا ناس سيدنا. كلمة حق عنده، قال عنده يعني عنده، روح له اعمل كده. هذا اللي تفعله، روح له اعمل كده عنده. خلاص انت ضامن انه هيقتلك، وانت بقى كلمة حق عن صوت جائر، روح له عنده وانكر عليه. أخونا بيقول أنت تكلمت على كتاب منة الرحمن، فقلت الكتاب كعمل بشري فيه صواب وفيه خطأ. هل أنا يعني أنا قلت العلم كله فين؟ في المتقدمين. ده اللي بقول، لأن كل المتأخرين ظل الرأس. أنا لا أداهن في دين الله الذي فعله. فالأخ بيقول بكل أدب، هل لو وضحتم لي أو للجهال مثلي ما الزلات في الآتي في الكتاب؟ أنا ما قلت الزلات بقى، أنا قلت أخطاء. هل قلت زلات؟ أنا مش فاكر، لكن اخطاء وزلات واحد وارد يعني. كتاب منة الرحمن قلت اخطاء، صح قلت اخطاء، قلت فيه اخطاء ما قلتش زلات، وقلت هذه الاخطاء وارد علي، وجايز انا الذي اقول في الخطا اللي انا عارف ان هو خطا ان انا الايه انا المخطئ والشيخ هو المصيب، وارد. فبقول هل لو وضحتم للجهال مثلي في هذا، وهل حضرتك رجعت فيها الشيخ؟ بيقول والله انا جاهل بتعلم. لا ده انت مؤدب، وحتى لو بتنكر حقك، حق لك شيخك والكتاب انت بتدرسه، وتقول لو انت عندك حاجه ما تدخلها او قولها للشيخ. طبعا انا لو قلت ذلك نعم انا حصل نقاش بيني وبين الشيخ في مسائل معينه، عشان تعرف يعني، والشيخ يعلم ذلك، والشيخ طبعا هو سيدي وتجراسي وهو الذي لولا الشيخ ما رحت ولا جيت، لكن حصل نقاش بيني وبينه في هذه المسائل انا ادين الله بغير ما يدين الله بها، وتكلمت معه فيها وانتهى الامر. وعشان تعرفوا برضه كان في اول الامر هذا انا قلت شيخ اذا لن اتكلم بها، وجلست 6 سنين لا اتكلم فيها. كان خاصه طالب العلم عندي في الدورات هنا يعني اخ من الاخوه يعني نترك كل واحد بقى الوفاء ده، ده الوفاء ده نب ده دين تاني يعني، كان هيبوس ايدي عشان اتكلم فيها، قلت له انا لن اتكلم في هذه المساله. فما شيخ اتخذ موقفا زي ما كده ما كنتش بتكلم في النقاب، احتراما وتقديما لقول الشيخ ترجيح الشيخ محمد اسماعيل المقدم النبيل العالم النبيل، لانه رجح في ذلك. فما اريد ان اقول كلام يعني يفهمه الناس انني اخالف ايش شيخ، هذا هو ادبا مع المشايخ. لكن لا تحسبني اتكلم بكلام ما كنتش انا ايه رجعت فيه الشيخ، لا انا رجعت فيه الشيخ، وانت ممكن ترجع تسال الشيخ ويقول لك، سواء بقى الشيخ خطأني انا رايت ان الشيخ اللي تبنى ده صح ولا غلط، فاهم؟ المهم ان حصل مراجعه وحصل كلام في الباب يعني ما في هذا الباب. حفظكم ربي واحسن الله عليكم. وكما قلت والله جلست سنين لا اتكلم في هذا من اجل اجلال مشايخي على ان اكون ما يعني اظهر امام الناس انا بخالف مشايخ. وهنا أخونا أبو رقية رجل من أهل العلم وفاضل قال قرأنا كتاب المنة لفضيلة الشيخ، والخطأ الذي فيه لا يخطأ به سوى عالم راسخ مجتهد، من راجعه بأدب وغير ذلك فالثرثرة لا تدور. هو شوف هذا الأدب مع كل شيء. لكن أنا لما تكلمت أنا لا أداهم في دين الله جل في علاه، لا أداهم، فأجبت الإجابة التي تناسب السؤال الذي جاءني. أصبت فيه من الله، أخطأت فيه أستغفر الله ومني ومن الشيطان. جزاكم الله خيرا وحسن الله، لأنه كان السؤال مهم فلذلك أنا أجبته. قالوا لي تجيب فيه الآن، فقلنا خلاص. أحمد الرقية أيضا أتى، والله الناس لم يعلموا كلام السلف. قال لقرينه الذي دار معه الدنيا مرتين، من؟ يا أحمد معين، أحمد معين تعرفون يا أحمد معين كترتعت فرائس الإيه؟ المحدثين منه.
ناقشه في مسألة القرآن غير مخلوق. الإمام أحمد ماذا قال له؟ أمغفل أنت؟ ده بيكلم مين؟ ده بيكلم أحمد معين؟ أمغفل أنت؟ نفس وتيرة يعني العلماء في ذلك. وذكر شيخ أصحاب الشيخ وذكر محمد حسن الغلبان في هذا عن مقولة المغفلين من أهل السنة. القوم لو نظروا في الأثار وتتبع أحوال السلف لعذروا حدة المحتد، لكنهم هم لا يفقهون. المسألة فيها وهو المحرك مش دين. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.